طلابي طالباتي يعطيكم العافية، وصلنا جملة رقم 30، حكينا 28 29 30 حلوهم، 31 32 33. بلش ب 31 حبايبي. في قبل الفراغ ذات، الذات يا جماعة ضمير وصل، حكينا الويتش اللي هو الذات أخذناهم سواء للأكاديمي أو للمهني، دائما بيفصلوا بين كم جملة جملتين، يعني هاي جملة وهاي جملة، يعني هاي جملة خلصتنا نبلش الآن بجملة جديدة. فراغ supports verb 1 زائد أس. أستاذ محمد قبل الفعل شو بيجي عندنا؟ اسم عشان تكمل الجملة. repeat repetition repeated repetition، يعطيك العافية خلص مباشر، لذلك أداة الوصل تفصل بين الجملتين. صار رقم 32 عليه نجمة صغيرة، مش إنه صعب، تنبيه بس. Your mail has been، في عندي قبل الفراغ أحد عائلة بي، بيجي وراها صفة، بس في بعد الفراغ verb 3 أو صفة، شو بنختار؟ حال successfully. بس بكل بساطة كثير بتكرر في الامتحان هذا الموقع. 33 أستاذ محمد عندنا doctors اللي هي فاعل، ورا الفاعل شو بيجي؟ فعل، بشرت بعد الفراغ ما في فعل، الأمور تمام. recommendation شن غلط لأنها اسم، ing غلط، صفت عندي recommend اللي هي أصغر مشتقة وهي الفعل. question number 34 أبو مشعل، في عندي قبل الفراغ أرنت، الأرنت أحد عائلة بي، بيجي وراها صفة بس بشرط ما يكون في بعد الفراغ صفة أو verb 3، ما في من هذا القبيل، فذلك الموقع تمام. negotiate غلط فعل، negotiable اللي هي البل صفة، الواي غلط لأنها حال، negotiation غلط لأنها اسم. حللي من 35 ل 37 واستمتع، يعطيكم العافية.